جولتنا البيئية في مدينة عنابة الساحرة لا تزال متواصلة، وفي هذا العدد من جرين مارك ستتابعون. بونا الحديثة أو المدينة القديمة، أقدم منطقة سكنية في مدينة عنابة، تستقطب السياح بحاضر جميل وموروث أثري من الماضي القديم. في بيئة ستوري الدكان الأخضر، قصة المبادرة التي تهدف لتوعية أصحاب المحلات التجارية بضرورة احترام شروط النظافة. نصيحة خضراء لتفادي تكرار سيناريو الصائفة الماضية، طرق فعالة لترشيد استهلاك المياه. وفي هذا العدد آخر أخبار البيئة وفقرات متنوعة. جرين ماج مع حسيبة إبل عيدان، نهار السبت 5:30 العشية على الشروق تيفي.